شاهدا ومبشرا حتى حينما ذكر الله تبارك وتعالى الاسم مجردا قرن معه النبوة والرسالة فقال تعالى محمد رسول الله ثم جمعكم مع رسولكم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم وحينما ذكر الاسم مجردا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قرن معه النبوة وقرن معه الرسالة بل جعل الله تبارك وتعالى رضا الله في رضا رسول الله فقال الحق تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام بل قال تعالى لنبيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا يرضى رسول الله حتى تدخل أمته الجنة رسول الله الذي أمرنا بمحبته والحب يا سادة ليس كلاما يقال إنما الحب أفعال الحب هو أن يتبع المحب المحبوب أو أن يسير المحب على نهج المحبوب أو أن يقتدي المحب أثر المحبوب لذا قال تعالى مخاطبنا جميعا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إذا إن كنا نحب رسول الله نتبعه نسير على نهجه نقتدي أثره كيف لا وقد قال رب العالمين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ولكل شيء دليل ولكل شيء علامة فما دليل الحب لرسول الله وما دليل الحب لله الدليل قول الحق تبارك وتعالى قل أطيعوا الله والرسول إن أطعت الله وإن أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت حقا تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده لما سمع ذلك الفاروق عمر قال للنبي يا رسول الله أحبك أكثر من مالي وولدي وزوجي والناس أجمعين فقال له النبي إذا لم يكمل إيمانك يا عمر فظل عمر طوال الليل يفكر ويضع نفسه في الموضع الحقيقي بالنزوات بالقتال يرتدي رسول الله بنفسه يرتدي رسول الله بروحه يرتدي رسول الله بدمه وكل ما يملك فوجد أنه يحب رسول الله أكثر من حبه لنفسه وماله وولده والناس أجمعين فجاء في صلاة الفجر يقول للنبي يا رسول الله
أحبك أكثر من نفسي ومالي وولدي يا رسول الله. فقال له النبي: الآن الآن يا عمر. وفي رواية: الآن كمل إيمانك يا عمر. يا سادة، تحب النبي؟ إذا تتخلق بأخلاق النبي. والذي امتدحه ربه لم يمتدحه بعبادته، وإنما امتدحه بأخلاقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين من يحبهم رسول الله، لأنهم أحبوا الله وأحبوا رسول الله، فتخلقوا بأخلاق رسول الله بما أمره الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم من مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الصرصارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، علمنا الصرصارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إنه رسول الله الذي لم يقل إني أحب، حتى لا يقول قائل: رسول الله لا يحبني، ماذا أفعل؟ لكن انظر إلى بلاغة كلام النبي، لأنه أوتي دوام الكلم. قال: إن أحبكم إلي، أي أنت الذي تحبب نفسك عند رسول الله بأخلاقه، باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. يجدك ربك حيث أمرك، ويجدك نبيك حيث أمرك، ويفتقدك ربك ويفتقدك رسولك حيث نهاك ربك ورسولك. أيها الأحباب، تحب رسول الله، تواظب على الصلاة، وتقدس بيوت الله، وتعمر بيوت الله، لأن بيوت الله في الأرض المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أتريدون أن تدخلوا الجنة بسلام وتحشروا مع نبينا العدنان؟ أحبوا رسول الله بحبكم لله رب العالمين، لأن النبي أخبر: يحشر المرء مع من أحب. أقول قولي هذا وأرفع أكف الضراعة، فارفعوا أكف الضراعة إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل دمعنا هذا دمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارحمنا بالقرآن، ونجنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، واجعل القرآن سائقا لنا إلى رضوانك والجنة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا بما تحب وترضى. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، خيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، سخاء رخاء لسائر بلاد المسلمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، جزاكم الله خيرا. سلام.